في البداية بصبح على حضرتك أستاذة فيفي، ويعني بنتابع من خلال التقارير، كنا سلطنا الضوء على مزارع عراقي قد إيه الرقعة الزراعية بتاعته اتأثرت 70% منها بسبب ارتفاع درجات الحرارة، تحذير الناس من أنه شهر يوليو هو الأكثر سخونة منذ آلاف السنين. كيف ترين ربما تصريحات وكالة ناسا الأمريكية بشأن ارتفاع درجات الحرارة وأنه هذا الكوكب لم يشهد مثل هذا من قبل؟ نعم، أسباب تغير المناخ معروفة، هي التلوث اللي عم يصير، هي كمية الميتان وتاني أكسيد الكربون اللي عم بتشكل غلاف جوي واللي عم بتزيد درجة حرارة الأرض. ارتفاع درجة حرارة الأرض عم بيكون بطريقة كتير سريعة وهامة بفترة قصيرة، يعني ما عم بيكون مع الدول والعالم كله انه يتأقلم معه ويعود حاله ويغير سياساته. اكيد عم نشهد كوارث طبيعية بعدة مناطق، ومثل ما حضرتك سبق وقلت انه اكثر المناطق المتأثرة هي الصين والدول العربية، دول الشرق البحر المتوسط، هودي تأثرهم كبير كتير. عم نشهد عوامل ما كنا نشوفها، حكي حضرته عن البطاطا، لكن مش بس البطاطا اللي عم تتأثر، عم يتأثر الرز، عم يتأثر الكاكاو. منظمة الأغذية العالمية قالت إنه في أربع أنواع مهددة إنها تخف بطريقة كارثية، اللي هي القهوة والكاكاو والبطاطا والرز. نحن عم نشهد بالبحر المتوسط، خصوصا بشمال البحر المتوسط، مشاكل كبيرة بإنتاج القمح والزيتون. نحن نعرف قديش بننتج زيتون بشمال البحر المتوسط، حتى بغربي البحر المتوسط من المناطق اللي كتير بدها تتأثر واللي راح يكون محاصيلها زراعية كتير عم تنقص. طيب يعني أستاذة فيفي، يعني على ذكر أنواع المحاصيل المختلفة اللي حضرتك ذكرتيها، هل مع تداعيات هذا التغير المناخي وانه يبدو انه مش يعني مش هيروح، هو مكمل معانا سنه ورا سنه، هل ده هيغير من طريقه تعامل المزارع مع المحاصيل او هيدفع الشركات او المؤسسات أكيد العلميه في تغير التعامل مع نعم، أكيد رح يضطر المزارع إنه يعود حاله يتعامل مع التغير المناخي، وبالتالي محصوله رح يتغير أكيد. لم كان عنده كميات مي كافية لزراعة محاصيله، هلأ بدها تخف المي، بدها تجف. عم نشهد جفاف بالمياه، نحن تملح بالمياه، سوء بأنواع التربة من جراء قلة المياه، هي بدها تأثر على المحاصيل لدرجة إنه محاصيل مثلا بذكر سنة 2022 الهند ومع 14 دولة أهم دول المصدرة للقمح بالعالم وقفت، منعت التصدير لفترة معينة لأنه صار بهم الاكتفاء الذاتي. هذا أكيد بده يأثر، لما تخف المحاصيل بده يخف التصدير، بده تغلى كلفة البضاعة بالعالم، يعني إن كان القمح أو إن كان الزيتون أو هالأمور هاي أو البطاطا، وبالتالي ما بتعود متوفرة للفقراء، لأنه نحن نعرف انه الرز والقمح هو طعام الفقراء بالدرجه الاولى. صحيح، هيدي بدها تنقص بشكل هائل، هذا بده يسبب نزوح، بده يسبب هجره، بده يسبب فقر، بده والفقر بمناطق بتصير بمناطق قريبه من المدن وبتعمل حزام البؤس حوالي المدن، بتعمل الجريمه، بتزيد الامراض، بتزيد الوفاة. يعني القصة كلها هي نحن بنعرف إنها سلسلة مترابطة، أثر تغير المناخ على الإنسان إيش بيصير. طيب أكيد هذا سيدة فيفي، أين تقع ظاهرة النينو في وسط كل هذه التحديات؟ يعني أكيد النينو هو عم بيأثر. نحن في عنا شغلتين هلأ اللي عم نشهده، الارتفاع الحرارة السريع وبوتيرة كبيرة، هو نتيجة شغلتين: تغير المناخ بالدرجة الأولى، هيدي اللي نحسرنا كذا سنة عم نشهدها، والنينيو اللي جانا جديد. نحن بنعرف انه كل سنتين لسبع سنين بيصير في تغير بحرارة سطح المحيط، وهالحرارة بتنعكس، نحن بنعرف انه لما الحرارة بتنعكس عم بتزيد درجة حرارة الأرض، وبالتالي عم بتزيد الأشياء، الكوارث الطبيعية اللي عم بنشوفها، إن كان من حرائق الغابات، إن كان من الفيضانات، أو إن كان من الجفاف بغير مناطق.
اكيد النينيو عم بيأثر، لكن ما هو بالدرجة الاولى، هو سنويا عم بيزيد من وتيرة هالموجات الحرارة وارتفاعها اللي عم بتصير. نعم، اشكرك شكرا جزيلا يعني السيدة فيفي كلاب الخبيرة في الشؤون البيئية، كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك.